الفاليو عادة تكون فاليو بوتنشال.
Levitation. The levitation, sorry. Well, the single petition was the first album. And then the ballet standard. مثلا الان هذا الستركشر الشامل انا بدي الملف الحكي ببدا بالدوت تايم تعريف نوع المحتوى في الصفحه هذه بضيف القواعد الخاصه بالكود في الجيم فايل. اوكي فقلنا بالنسبه للجيم فايل وات ستريت هو عباره عن لوز بي رولز يعني انه اذا في اخطاء معك حتى ضمن السنتكس حقك ما بيقدرش يوصل بيعمل لك المحتوى غير لما يكون اكس اتش تي ام ال يعني فيري ستريت يعني اذا في اي خطا حتى ما تخش حتى في الصفحه هذه اللي بعد ما تلاقي طبقتين يفهم كمان بنصوص قواعد الدكتور و بدي الفورم الاساسيه طبعا الان ضمن اي لغه برمجه او كانت بروجرامينج لانجويج او كانت عباره عن سكريبتنج لانجويج كانت حاجه لها يسمى بالكومنت شيف كومنت وضع الملاحظات اللي تكون تساعد على الريدبيلتي والريزبيلتي كمان اللي تساعد على كمان قراءه المحتوى انت لما تيجي كديفلوبر عشان تراجع انت المحتوى حقك حق ال صممت الصفحه هذه بعد فتره معينه تجي تطور انت بمحتوى الصفحه هذه لما تكون في معك مجموعه من الكومنت تعرف كل جزئيه من جزئيه الصفحه هذه خصصت لايش فلما تضيف الكومنت هذه الكومنت طبعا تبدا ب جريتر ذان اكسبلانيشن زي داش داش بعد الكومنت هذا قد يكون في معك سنجل لاين او ملتيبل لاين يعني قد يكون الكومنت هذا يحتوي على سطر واحد سطر واحد الكومنت هذه تكون واحد هذه معناتها بتكون الانتربريتر بيتقال بدا ب داش داش الكومنت هنا بعدين داش داش هذه ما تكون سنجل لاين لما تكون ملتيبل لاين تكون بالشكل ذا تكون اخر شيء ما داش داش كشف هذه عباره عن كومنت ملتي لاين هذه عباره عن سنجل لاين اوكي في معناتها نوعين من الكومنت معنا سنجل لاين طبعا هذه قلنا مهمة جدا على اساس انت بتقدر يعني كل جزئية بالبرنامج تضيف له كومنت على اساس تعرف ان الجزء هذا خاص بايش بالضبط خاصة لما تكون تبي الان الملف حقك كبير جدا بتضطر انك تضيف او تكون انت بحاجة الى ضبط كومنت كل جزئية من الجزئيات عشان تعرف ان الجزء هذا خاص بايش بالضبط بعدها نبدا بالفاتحه الاساسيه للبرنامج اللي عباره عن الشيء اما على اللغه او كل ستاندرد الشيء اللي بعد ما نسكر بعدها معنا بناء الهيد الهيد اللي يحتوي على مجموعه كمان اليمنتس مجموعه تاجز الاليمنتس هذه مثل اول اليمنتس هو اللي يحتوي على التايتل اللي عباره عن لو اوبن تاج لو كلوز تاج بعدها يحتوي على الكونتنت اللي هذه اللي بتطلع الاور بريس دوكمنت وين بتظهر؟ على الصفحه هنا فوق من الصفحه اللي بتظهر اوكي بعدها المثال هذا قلنا عشان نعرف ايش؟ محاولات تشتغل في اللغه ايش اللغه اللي بنتعامل معها لما تكون عباره عن يو تي اف داش 8 هذه بنتعامل معها جميع لغات العالم اللي بتتعامل جميع لغات العالم غير لما تتعامل مثلا على الاسكي الاسكي في اللغه غير مختلفه عباره عن 128 دعم 128 ابحار مع الرموز الخاصه باللغه الانجليزيه مثل الاسكي فنحن بحاجه الى مجموعه انكودينج اللي تتعامل مع مجموعه اللغات المختلفه اليو تي اف اي يدعم تقريبا معظم لغات العالم فيها الصينيه العربيه الكوريه الانجليزيه الفرنسيه هذا لان كل لغه من اللغات لها كودينج خاص فيها. يعني هي حاجه بتدخل بصفحه ضروري. بالضبط ما دام اذا كانت الكودينج احنا نشوفها بشكل اساسي يظهر لك احيانا محارف معينه على شكل علامه استفهام تظهر لك مربعات وهذه مش معروفه بالنسبه لك كمحرر الانتربريتر تبع البروزر لكن ما تعرفش الكلام هذا انا ما اعرف ايش بيقول لك على شكل مضمون يعني على شكل علامه استفهام على شكل مربعات معناته مش مفهوم بس انه يكون يو تي اف معناته متعاون فرايتيز اوف لانجويج. اذا ما تعرفناش عشان بالميتا هذا يتعرف ديفولت باللغه نفسها بالايش؟ هذا يعتمد اعتماد اساسي لانه اقول لك انا اعتمد اعتماد اساسي على نوع البروزر اللي انت تستخدمه. في احيانا معظم البروزرات هم داخلها كبيرت انك تتعرف على المحرك هذه وبعضها ما تعرفش عليها فانت بحاجه حلوه بس لانك انت لما تصمم حقك الموقع فانت لا مش قصدي كذا انت حقك الموقع هذا بيتم فتحه اكثر من بروزر انت ما تقدرش تتوقع انت ايش نوع البروزر اللي بيتم فتح حقك الموقع فهذا من ضمن الاستاندرد انك تعرف حقك
حسب المحتوى حقك اللي بتعمل ضغط الصفحه تعرف كمان الكاركتر سيت او تعرف الانكودنج تبع اللغه وصرنا ثقات انه هذا انت بتسموه انت بس بيكون متاح لجميع الناس الموجودين على نفس العالم لو في الصفحه شو المحتوى حقك عشان يكون مضمون انه عشان ما تخطط تبع السنتر اذا بالهيد بنرفع كم التايتلز اللي بتظهر في اللغه كل الاليمنتس يبقى عندها او معظمها عندها ما يسمى بالبنتاج هو الفلوس تاج معنى التيسير والمثال يقول لنا ما بيخش بالفلوس اي محتوى على الصفحه دائما اي شيء موجود داخل الهيد هذا يتم الانتربريت تبع البروزر يتم بخليه يفسره وبعدها ينتقل الى الهيد الاساسي عبر المحتوى داخل الصفحه الان بالنسبه للهيد حسب الهيد حقه الان اذا كان هذا عباره عن ريكويست عباره عن شيء يظهر الهيد حاجه معينه موجوده داخل يستعين بمن قلنا الهيد يستعين بحاجه اسمها ام اي ام اي عشان ايش؟ عشان يعرف نوع المحتوى هذا بالضبط ايش اللي يحتاج البروزر هذا عشان يعرض المحتوى بمساعده ام اي ام اي طيب على كل الامر الاول بالبودي ناخذ اول اليمنت ونحل كل شيء البرجراف البرجراف هذا من نوع بلوك مش اللايك ايش معنى بلوك كمان؟ يعني لو عملنا الان بي ورا بي معناته كل بي بيكون هذا داخل سطر البي الثاني بيكون محتوى داخل سطر جديد غير لما نعمل اللايك اللايك بيكون كلها داخل نفس السطر يعني ما تحتاجش الى سطر جديد بس اول حاجه كستراكشرز كستراكشرز كده مبدئيه مش حاجه جيميل يبقى الان معنا ثلاثه الاجزاء الاساسيه للبرنامج ده بالجيميل بعدين الهيد بعدين البودي كل واحد من هذول هو عنده استراكشر خاص فيه او عنده تاج خاص فيه اللي هو بنتاج ونص تاج الجيميل هذا تفتح اول حاجه تغلق اخر شيء بعدين الهيد يفتح ويسكر بعدين البودي تفتح وتسكر ده كل واحد من الهيد والبودي مجموعه من الاليمنتس في معنى اسمه اللاين بريد اقول بال HTML مهما كتبت اي حاجه بالمحتوى الثاني مهما كتبت تضغط البادي اي حاجه تضغط البادي مثلا بالشيء كتاب استخدم في في معناتنا اليمنت جديده اسمها بيئه البريكينج لاين اوكي اسمها لاين بيكس البيئه واللي عباره عن عند ايش ينتقل انت الان مثلا انت كتبت مثلا هنا مثلا كتبت تحت التاج شفت على الويب بيج حقك مثلا لاين نايم معلش تشبك لو كتبت لاين نايم بيكس مثلا انت كتبت بس مثلا هنا كمان بالعرض سكرت البيئة هذه عندما يعطى على الصفحة يطلع كلها على سطر واحد ما يعملك شيء على سطرين تطلع لك على سطر واحد ما يعني إذا أحمد تطلع لك كلها على سطر واحد هذا الشيء نفس الكلام هذا يعطيك نتائج جديد اسمه بي آر طبعا هذا بي آر يعتبر بريكنج لاين وهذه معناته إنه هذا أعمال هذا اللي هو بنتر مثلا ال اكس اتش ام ال الحاجة اللي هي ضروري يعني تكون بال اتش ام اكس HTML تكون عبارة عن VR Space بعدين Forward Slash هذه إذا لم تحتاج بشيء نفس المثال هذا في X HTML تكون خطأ بس ال HTML حتى لو عملتها بدون دي بالشكل كمان مقابل بسمع ما نحتاج شنو نقول صح؟ لا ما هي عبارة عن بنتر ما لهاش فلوس ثانية بس هذه الآن تعمل لك فراغ تعمل لك ماين من إيز بعدين تكتب لك صوت ثاني يكتب لك اسمك بس بدون هذه ما بيقدرش واحد كل الناس ممكن نوصل حاجة ثانية كمان إذا استخدم حاجة اسمها H ال X H T M L ضروري نفس حقه بنفس الستريك بنفس حقه الصيغة الصيغة حقه V R سلاش شكل يعني إذا ما سويش السلاش يعني بنفس الفراغ يعتبر لك الفراغ تدخل بالستريك على كل حال كان تعامل مع ال H T M L كيف فيها حتى هذا الصيغة
زي مثلاً هنا بالنسبة للعرض حق المحتوى هذا بعد على كير لا حد يقول لك الآن بعد ال إذا استخدمنا ال هذا مثلاً العدد بي بسلاش كونتين أي حاجة بين البي هذه والبي هذه إذا ما عندش موجود البريك بعد ما بعد البريك هذه بتقل لصقلي عند البي آر هذه يدخل عطي لصقلي البي هذا البي آر بتقل لصقلي عند كل بي آر بي آر ينتقل إلى سطر جديد كم في هذا ال شوف الآن الأسطول هي هنا كانت البي آر من حاجات البي آر الأولى بعد آخر بعد كلمات اليونس في كان قبل الكلام لا شيء بدأ من الموضوع بلاش البي آر المفروض بعد مليون سادي بعد مليون سادي انتقل أصدري لأنه في عندي بعدها بي آر انتقل أصدري بعد ما عنده يا عند البيكتري انتقل أصدري في البيكتري انتقل أصدري هكذا بعد كل بي آر انتقل أصدري هذا الآن كنت أطور بالصفحة بس ناقص كمان الكلام هذا بس الكلام هو مش موجود قبل هذا الكلام اللي بطور بالصفحة هذا الكلام اللي هيكتبه داخل الدرج مشوف الماضي الكلام ده طبعا بالنسبه للبين ال اس ام ال هي حاجه تبقى هي حاجه تبغي يعني التكس بتكون ده ال اس ام ال لازم الصفحه نفسها من غير ما اعمل البي حق الباك من غير ما اعمل الباك بس استخدمت الاكس اس ام ال بس ان ضروري انه يكون النص هذا موجود داخل اليمنت ما بس في حاجه خارج اليمنت حتى لو كانت تبغي في المباشر ما بلاش الاكس الاكس اس ام ال اوكي وضحت الأمور هنا ولا؟ هاي مش حاجة تعمل إيش تقولي مش حاجة خلاص. كمان إذا نشتين نحافظ على سيار معين. في معنا كمان في إليمنت اسمه بري. إحنا قلنا إحنا دخلت معظم ال إليمنتس مع الجيميل. ما يسمعش حاجة اسمها لتر ولا نيو لاين ولا حاجة اسمها سبيس. إذا نشتين في معنا كتاب اسمه بري. إذا ما تشتين تقول إيش اسمه؟ بعدين كمان فرع عن تواصل كذا الكلام ولا بشيء. أي صيغة تكتبها تقارن أبنانة البريف بيطلع لك الكمانيات بيطلع لك الكمانيات حتى نفس المدخلات كمانيات وعن كمخجلة بقية الإليمنت ضروري تستخدم بس يحتاج لصفة جديدة في سيمول سبيس بس عمل معها حاجة اسمها نانس بيش بريكينج بس عمل معها البي آر إليمنت أوكي نقل السرعة بعض معنى كمان حاجة اسمها الهيدينج في إليمنتس تبع الهيدينج معنى الهيدينج من H1 إلى H6 الهيدينجز إليمنتس معنى من H1 إلى H6 هذه هي الموجودة هنا من H1 إلى H6 هذه أساس علاقة النصوص والعناوين يكون حقها خط كبير جدا طبعا الديفولت يعني نفس خط البروسيسور اللي تبع 16 بكسل اللي هي H4 H4 اللي هي الديفولت العرض تبع الديفولت الآن H3 معناته أكبر من 16 من H1 إلى H3 أكبر من الديفولت الديفولت اللي عبارة عن H4 الـ H5 أو الـ H6 معناته أصغر من الديفولت يعني حقا بيكون صغير جدا أصغر من الديفولت الأساسي من 3 إلى 1 بيكون أكبر من الأساسي أكبر من طبعا عبارة عن H1 وأقدر من عبارة عن H6 أي حاجة نتبدأ أفضل الـ H هذه ما نكتب زي ما الهيدوينت ما نكتب أقرات أساسية وعناوين أساسية نكتب المصنع الصفحة. أنا أقول لك كل مصنع الصفحة. كنت بتشتغل حاجة اسمها مصنع الصفحة. وليه في كتير عندك حاجة اسمها مخطط كيف تحسن الصفحة؟ ها؟ سمي ال سوري بورد أو سمي ال يعني أنت يعني نفس الشيء لما تبني أنت تبني بناية. لما تبني بناية هذه هنا بيكون مصعب جدا. إصلاح الخطأ تصليح الخطأ بعد عملية البناء. فمسهل جدا انك انت لما تجي تعمل بعيد مخطط المخطط هاي تستقبل بعد تفاصيل شوف بعدين تلاقي عن المخطط هل هذا تعمل التشكيله ممكن تعدل المخطط لما تنتهي من تعديل كامل باللوجيك لوجيكال ارتكشرز بعدين تنتقل لعمليات التنفيذ من الصعب جدا يعني احيانا من الخطر انك تبدا تصميم الصفحه هذه تبدا تجي برنامج مثل برنامج يعني تبدا تكتب برنامج وما عندكش انت فكره اساسيه ايش انت عامل بالضبط يكون عندك فوارس ميدانيه تعمل او فلوشات كيف عملها كيف تبدا حقك قبل ما تقوم بعمليه التصميم ليش انه الان عشان قبل ما تصميم الصفحه هذه الاساسيه انا كنت شفت الصفحه هذا شيء اصلا الصفحه الاساسيه كيف يكون شكل المحتوى حقها؟ شكل المحتوى حقها هذا يكون تصميم حقها او شيء هذا يكون موجود عندك على الورقه او في قبل عمليات تصميمها فعليا داخل الاجتماع ليش؟ اساسا كان صمم الصفحه هذه تصير منها ساعات التصميم بعدها لما تشوف العرض النهائي حقها تشوف انه انا مش هذا الاجتماع مش حاجه ثانيه